كابتن علاء، انطباعك عن الشوط الثاني بس، مش هنتكلم عن الشوط الاولاني. ده الشوط اما خلاص يعني الشوط انتهى تماما، هو ما كانش موجود اساسا، هو كان منتهي. يعني هو الشوط انتهى لا الشوط الثاني تحس ان في تحسن من جنبين، يعني النادي الاهلي والبنك الاهلي، تحس ان في يعني بقت مباراه رسميه على راي عادي كانت وديه، بقت قلبت رسميه الشوط الثاني. كل واحد بقى ليه دوافع وعايز يكسب، عايز يكسب المباراه. لقيت النادي الاهلي واضح ان في كلام حصل بين الشوطين، ان هم يلعبوا من غير خوف، من غير يعني يلعبوا بتحرر، يحاولوا يكسبوا المباراه. طبعا الحاجه كمان قوي المضيئه قوي في الشوط ده او في المباراه، هدف وليد. طبعا وليد حاجه ممتعه في كره القدم، وليد يعني في اي وقت في اي لحظه في اي مكان وليد سليمان مضمون، صعب مرة عالية جدا. طبعا طبعا التمريره كمان من رامي حلو قوي، برؤية كويسة، بالتايمنج حلو قوي قبله، هو الاستلام وتصرف سريع هايل. الهدف كله بالاستلام، يعني التايمنج بتاع رامي الاول لازم اخد حقه ان هو لعبها بالظبط في الوقت الصح عشان الاوفسايد. استلام وليد والتفكير وشايف حارس المرمى، كل ده ما ينفعش يعمل واحد لعيب عادي، لازم لعيب ذو مهارة خاصة. شايف يعني الاستلام دي، هو شايف حارس المرمى، عملها كمان لوب باتقان، هدف حلو قوي من لعيب طول عمره كان ممتع وليد. بعد كده تحس ان البنك الاهلي يعني لو ما ينفعش ان الشباب الاهلي زي بيقولوا نخسر واحد، صحيح. بدات هجمات كتير، بس الملاحظ في الشوط الثاني ان بدنيا لعيبه النادي الاهلي الصغيره قلت، وده على فكره طبيعي ما فيهوش اي مشكله، يعني ما بلومش حد عليه، بس مهما كان يا ايمن الحمل التدريبي اللي بياخده الناشئ غير اللاعب اللي هو الفريق الاول، وبعدين مباريات مضغوطه شويه. فطبعا لا بشكرهم اولا طبعا على المجهود العموم في كل المباريات، وفي مجموعه ممتازه ان شاء الله يا رب يكملوا في النادي الاهلي. لكن الشوط الثاني شوط حلو، صحيح.